ورد حياكم بسم الله الرحمن الرحيم يا سادتك ومحتويات التمرير للجميع ورد حياكم بالفل والنسرين وقلوبنا معكم تحيي الوفا وتزين بسم الله بسم الله. في البداية أحب نرحب فيكم بأول محاضرة نقدمها لكم عبر غرفتنا وقناتنا قناة التمريض للجميع الصوتية، وإن شاء الله نحطين فيها فيديو بعدين ونقدر نعرض على الفيديو بعد. طبعا في البداية أنا أحب أقول لكم يعني اللي راح أمشي عليه النقاط اللي راح أشرحها بالنسبة للمقطع اللي أمامكم، مقطع تشريحي للعين. طبعا يبين لنا مثل ما انتم شايفين البداية اللي هي الكورنيا القرنية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدها القزحية الايريس، يجي بين قناة شلام اوف كانال، جسم الهدبي سيليري بادي، اللينس عدسة العين، الجسم الزجاجي الفيتريس بادي، المشيمية الكورويد، الفوفيا اللي هي النقرة، الشبكية ريتينا، الصلبة السكليرة، القرص البصري اللي هو الأوبتيك ديسك، بعدها العصب البصري الأوبتيك نيرف، الشريان والوريد الشبكي المركزي سيلياري سنترال ريتينال آرتري أند فين. الشرح طبعا راح أجزئ الشرح من البداية للنهاية، راح أمشي إن شاء الله على المقطع من بداية من أول من بداية العين إلى النهاية، وراح أعتمد إن شاء الله أيوة هذا الأناتومي، وراح أعتمد أيوة درس يا أخوي أبو عادل 911 إسعاف ما شاء الله. راح أعتمد على التشريح اللي موجود قدامي علشان تفهمون صح. الشرائح اللي راح أعرضها قدامكم طبعا كلها صور، الصور بتجي نفس مثل ما هو موضح عندنا. طبعا في بعض الصور راح أستفيد بالصورة اللي موجودة الآن قدامكم اللي معروضة الحين، يعني راح استعين فيها بالنسبة حق بعض الأجزاء اللي هي ما اللي بتكون اللي يحتاج إني أشرح عليها، بتكون الصورة هذه أوضح لنا إن شاء الله في إذا جيت أشرحها. طيب لو جينا نبتدي بالنسبة للأول بداية عندنا بتكون مثل ما أنتم شايفين، طبعا في القرنية الجزء هذا اللي انا جالس امشي عليه بالحاد بالاشعه حقت الليزر، هذه القرنيه اللي هي الكورنيا. ولو جينا نفصل في القرنيه، طبعا القرنيه هي في شيء قبل القرنيه اللي هي نسميها الكونجنكتايفا اللي هي الملتحمه، لكن هنا طبعا ما راح تكون بينه، ممكن بتكون بينه في الشريحه اللي بعد هذه. ايوه هذه شفتوها الحين، هذه اللي الكونجنكتايفا اللي هي هذه الملتحمه، لكن الامام هذا الجزء اللي مثل القوس طبعا هي القرنيه. نرجع للشريحه اللي قبل، القرنيه هي البدايه، هي مثل ما نقول نافذه العين. اذا صار اي شيء يصير بالقرنيه معناها للعين مع السلامه، النظر فيها يروح ولا فيه اي فائده. طبعا لو جينا نقول القرنيه ايش، يعني بتكون يعني مثل الكريستال واضحه، مستحيل انه يتواجد على القرنيه اي اوعيه دمويه. ولو كان فيه سؤال مثلا
او اي احد طرح سؤال او اي شخص قال لكم او خصوصا للشباب بالتمريض انه اي جزء في جسم الانسان ما يحتوي على اي اوعيه دمويه هي القرنيه. اذا متى ما تواجدت اي فاسكولار اي اوعيه دمويه في على القرنيه معناها في مشكله كبيره للشخص او للمريض او المريضه اللي عندهم النوع هذا من الاوعيه الدمويه. من متى ما تشعبت الاوعيه الدمويه راح تقفل المنطقه اللي على القرنيه وراح الشخص او المريض او المريضه يكون عندها النظر مشوش بدرجه كبيره وممكن مع الوقت يفقد النظر اذا ما تدارك الامر وسوى يعني اخذ علاج في وقتها. طبعا نفاذه القرنيه يعني تكون شفافه ما تكون اوبيك اللي هي عليها اي عتامه او عليها اي شيء يصد اي صوره راح تدخل منها للعين. طيب القرنيه لو جينا بنفصل فيها اكثر طبعا بتكون تحتوي على اللايرز هذول يعني بيكونون على شكل خمس لايرز وهذول مهمين طبعا اللي بيسأل مثلا. ايوه يعني بتطلع اوكي للي بيسأل اللايرز هذول مهمين لأي مريض او اي مريض او مريضه راح يسوون عمليات حق القرنيه بعدين حق القرنيه عمليات التشطيب اللي هي الليزك وغير عمليات الليزر اللي حق اللي تبع القرنيه يعني بتكون بشكل مباشر القرنيه. اللاير الاول راح يكون اللي هو الابيثيليوم وهو راح يكون الاول من على بيكون الخارجي طبعا. بعدها بيجي اللي عندنا البومنز لاير بعد طبعا هذه بتكون كلها هنا يعني هذه السؤال الان سماكة القرنية هذه هي اللي فيها اللايرز هذول كاملين اللي هو الاول شيء قلنا اللاير الخارجي بيكون الابيثيليوم بعدها البومنز لاير بعدها الاستروما بعدين بيجينا الديسمنس ممبرين والاخير واللي بيكون في اخر شيء الاندوثيليوم. يعني لو مثلا جينا نستعرض هذول اللي انا تكلمت عنهم قبل شوي راح نشوفهم مثلا في ايوه راح نشوف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته راح نشوفهم هنا شايفين معايا هذا الابيثيليوم الاول اول واحد اللي فوق بعدها بيجي الديسمت من برين بعدها البومنز والجزء الكبير هذا كله اسمه الستروما بعدين راح يجينا البيسمنت من برين هذا اللي قلت انا الثاني هذا الديسمت من برين الحين والاندوثيليوم الاخير. طبعا لكل لاير هذا من لكل واحد من هذول اللي انا ذكرتهم قبل شوي كل واحد له خصائص خاصه فيه. لو نجي مثلا للابيثيليوم بيكون يعني بيعطي مثلا اي شيء يجي على القرنيه راح نحس بالم وخاصه طبعا الام الضوء وغيره يعني الضوء القوي الاشعاع الواحد مثلا اذا جاء ودخل في مكان او واحد ولا عليه نور قوي راح يحس بألم. الألم هذا من وين جاي؟ راح يجي من الإبيثيليوم. ليه؟ لأنه يحتوي على نيرفز. هذه النيرفز هي المسؤولة عن الإحساس يعني الأعصاب هي المسؤولة عن أي شيء يجي للقرنية ألم أو أي شيء يجي للقرنية راح إذا جانا الألم راح يكون من يعني المسؤول عنها هو الإبيثيليوم. طيب
وايضا بعد من خصائص الابيثيليوم انه اي جرح يجي على الابيثيليوم بامكانه انه يسوي له استعاده مره اخرى، يعني يرجع الوضع طبيعي خلال من 42 الى 48 ساعه. احنا نسميها ريجينيريتد، يعني اللي هو المكان هذا يسوي له، يصير له يعني الابيثيليال سيلز تروح وترجع مره ثانيه ريجينيريتد بعد 42 الى 48 ساعه. هذا بالنسبه للاول. اذا جينا للثاني اللي هو البومنس ممبرين، يعمل على كمضاد للمايكرو اورجانيزم طبعا في اشياء انا بصراحه يعني اقول لكم يعني ما اعرف ايش معناها بالعربي، يعني الشباب اذا يعرفون الموجودين المعنى بالعربي يساعدونا، اعرف ايش معناها بالانجليزي وزي كذا، بس لانه ممكن في بعضنا خاصة الزوار وغيره يعني ممكن يستصعب عليهم انه يفهمها بالمعنى الانجليزي اللي هو المايكرو اورجانيزمز، مضاد لاي عدوى لاي اشياء تجي ضد راح تسبب اي مشاكل للقرنية. طيب هذا بالنسبة للبومنز لاير. لو نجي للستروما بتكون هي اللي هي الجزء الأكبر في القرنية، هذه كلها ستروما. الستروما يعني تتكون تقريبا 90% من الكورنيال ثيكنس، من سمك القرنيه تقريبا 99% منه ستروما. طبعا تحتوي على هي طبعا مهمه. ليش نقول مهمه؟ لانها تنظم عمليه ايش الشفافيه والوضوح للقرنيه، يعني اي شيء يجي من برا الى مستوى القرنيه. نرجع للشريحه الاوليه، وهي بس ثواني ترجع. ايوه هذه القرنيه، الضوء متى ما يجي، متى ما يحاول انه يدخل من هنا من بدايه القرنيه من امام العين، راح يدخل يصادف البداية قلنا الإبيثيليوم، بعدين البومنز لاير، بعدين الستروما. الستروما هي اللي إيش تحاول إنها تسوي مانجمنت للشفافية للصورة اللي داخلة اللي راح تدخل بالنسبة للقرنية، وبعدها تدخل على الأعضاء الثانية علشان تسوي لها، عشان تكون درجة الوضوح عالية بالنسبة للصورة الجاية. بعد الستروما قلنا راح يجينا الديسمتس ممبرين. عليه بتعبكم معاي اليوم لان الوضع كله ورا وقدام ورا وقدام. راح يصيبنا هنا الديسمتس ممبرين. الديسمتس ممبرين هذا جزء من اجزاء الكورنيا حق القرنيه اقصد. طبعا هذا جزء مرن وقوي وايضا مضاد لأي اختراق. يعني الديسمتس ممبرين نقول انه من خصائصه انه قوي ومرن لدرجة كبيرة ومضاد للاختراق. وايضا نفس الشيء هو يكون يعني يكون مثل الحامي للقرنية وبالذات للي تحت اللي هو الاندوثيليوم، بالذات اللاير اللي تحت اللي هو الاندوثيليوم. لانه لو جينا طبعا في بعد القرنيه راح يجينا شيء ثاني اللي هو الانتيريور تشامبر، علشان كذا في من مقدمه القرنيه اللي هو الاندوثيليوم
والاخير اللي هو الابيثيليوم والاخير الاندوثيليوم لابد يكون هناك يعني شيئين من فوق من تحت يحاولون انهم يحتفظون بالاساس اللي هو للقرنيه. فمن تحت عندنا الديسمس ممبرين ومن فوق عندنا اللي هو البومانز لاير والاول الابيثيليوم والاخير الاندوثيليوم اللي هو الاخر لاير في حق الكورنيا. وفي الغالب هو يستلم يعني يستلم الاكسجين والتغذيه اللي خاصه بالكورنيا لانه فيه سائل يجي من تحت الكورنيا اللي هو اقرب للسائل هذا اللي هو الاندوثيليوم. السائل هذا ان شاء الله راح نتكلم عنه في بعدين اللي هو اسمه الاكيوس هيومر السائل الزجاجي يحاول انه يغذي العين يغذي الاكسده القرنيه من تحت بالاكسجين ويعمل نفس الشيء مثل مضخه الماء علشان يخلي الكورنيا. طبعا هو راح يجي من تحت يعني راح يجي عن طريق اللي هو يجي من تحت من هنا من تحت طبعا في تحت هذا راح يكون هنا بتكون الانتيريور تشامبر الغرفه الاماميه اللي راح يجي اللي راح تمتلئ بالسائل الاكيوس هيومر السائل الزجاجي هو راح يستلم منه الاكسجين ونفس الشيء اللي هي التغذيه الخاصه بالكورنيا وبعدين بتطلع من القنوات الثانيه علشان تغذي مقدمه العين اللي هي ايش اللي هي الابيثيليوم. يعني لو قلنا مثلا لو جينا من هنا راح يجينا اللي هو الاكيوس هيومر اللي هو السائل الزجاجي طبعا هو يفرز من الجسم الهدبي طبعا راح يجي من هنا من الخلف هنا الغرفه هذه الغرفه يسمونها البسيو شامبل الغرفه الخلفيه يدخل من قنوات من الايرس بعدها يغذي المنطقه هذه كلها. المنطقه هذه اسمها الانتيير تشامبر الغرفه الاماميه وتصريفاته تكون من النقطتين هذول اللي هنا قناه شليم اللي شليم كانال ولا كانال في شليم من هنا ومن هنا في الجهتين يمين ويسار في عندنا هنا وعندنا هنا السلير بدي هذه والسلير بدي هذا من هنا يتم افراز اللي هو الاكيوس هيومر. طبعا للجميع اذا فيه اي سؤال اثناء ما انا اشرح عادي يعني تقدرون تسالون علشان نحاول ان احنا يعني لان عشان نحاول ان احنا نثري المحاضره بالنقاشات وما نطلع من شريحه الا تكون واصله فكرتها مضبوط. طيب الان هذا بالنسبه للقرنيه. طبعا انا ما اقدر استرسل كثير في الشرح بالنسبة سواء للقرنية ولا في للقزحية أو الباقي المناطق هذه ما أقدر أستصل فيها كثير علشان الوقت لأنه لو أنا بقعد أشرح في القرنية يعني هي بالحالها محاضرة إن شاء الله. عشان كذا أنا جالس أحط لكم بس الصور وأشرح على الصورة وأخذ المهم وأي أسئلة ثانية إن شاء الله نقدر نجاوب عليها حاضرين. أي شيء ثاني يحتاج له أشخاص مثلا يقدرون يجاوبون عليه بالخدمة نسأل لكم ونجيب لكم الإجابة إن شاء الله وتستفيدون منها. طيب هذا بالنسبة للقرنية. طبعا القرنية قبل ما أطلع منها القرنية يعني بدون يعني without color بدون لون القرنية الآن هذه كلها يعني مثلا إذا أحد سأل بيسأل ولا شيء يقول أنا إذا جيت أطالع أي شخص ولا واحدة مثلا طالع أي واحدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته راح تواجه إيش اللي هو اللي بنسميه إحنا ألوان العين مثلا أزرق أسود بني يعني الألوان المعتادة هذه ما هي مختصة بالقرنية. الالوان هذه كلها ما هي مختصه بالقرنيه يعني ما هي موجود اللون هذا مو هو موجود على القرنيه بتاتا. القرنيه شفافه بدون اي لون
يعني نقدر عشان كذا نقول clear. طيب الشريحة اللي بعدها أنا حط اللي راح تشوف تطلع على عندكم الآن، طلعت عندكم شرائح واضحة الشرائح للجميع طبعاً. إذا في أي شريحة ما تكون ما هي بواضحة أعطوني خبر. أنا حطيت هذه الشريحة لأنها تحتوي على الكونجيانك تايفا، الكونجيانك تايفا هذه لأنها لأن الكونجيانك تايفا ما هي متصلة بالكورنيا. عشان نشوف هذه الكونجيانك تايفا لازم مرة غير. هذه الكونجنكتايفا وهذه هنا، هذه حدودها الى هنا وتوقف خلاص، ومن تحت هذه حدودها توقف خلاص، وهذا الجزء الامامي هذا كله كامل هذا يسمى اللي هي الكورنيا. طيب تمام. ونفس الشيء لو جينا لكن الاختلاف بين الكورنيا والكونجانك تايفا اثنين، ايش؟ ان الكونجانك تايفا تحتوي على ايش؟ على الفازكولر الميوكاس الممبرين اللي هو اوضح بعد النظر قصر النظر اذا ممكن هذا ممكن انا اطول واقصر يعني على حسب الصوت. البعد النظر والبعد النظر وقصر النظر ان شاء الله انا راح احط انا في شريحه ثواني بس اشيك عليها. لا والله مو موجود. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب خلني بس أضيف لك الشريحة علشان تكون واضحة عندك اللي هي بعد النظر وقصر النظر. ولا ايش رايك تخليها بعدين علشان بس ابي انا اكمل الباقي بعدين انا ارجع واشرح لك اشرح لهذول مره ثانيه. لانه بعد النظر بعدين لانه بعد النظر واللي انت تكلمت عنه قصر النظر يعتمد على اشياء كثيره، يعني ما يعتمد على القرنيه بس، لا يعتمد على القرنيه، بعدين بتجي عندنا اللينس، والين ما تجي عندنا اللي هي الفوفيا. يعني هذول الثلاثة راح تعتمد عليهم، متى أنا أقول قصر نظر ومتى أنا أقول بعد نظر، ونفس الشيء متى أقول استجماتيزم، هذه كلها تعتمد على الأشياء الثلاثة هذول. فأنا أشرحهم سام. طيب ما في مشكلة شريحتك خليها معاك بعدين نتكلم عليها. طيب طيب يا عزوز خل بس أنا عشان يعني عشان أمشي في الشرائح لأنه عندي شرائح يعني شرائح كثيرة وراح احتاج المقدم هذه اللي انا امامنا يعني شرح كثير بعد نفس الشيء ممكن اعرف من فين تبدأ بالضبط الكونجنك تايفا. طيب نرجع للشريحة اللي بعد قبل شوي يا اختي وجدان تشوفين هذه البداية الكونجانك تايفا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن هنا وتمتد من هنا وتمتد هذا الكونجانك تايفا. طيب وعندنا من نفس الشيء من الجهة الثانية من هنا وتمتد من هنا بدأ فوق القرنية ايش يعني لو نجي بتكون كذا كذا بيكون فوقها هذه اسمها الكونجنكتايفا كلها بس يعني من
هذا شوف الخط اللي الرسم البياني هذه كلها تسمى الكونجنكتيفا اللي هي الملتحمة ما نقدر نشوفها. طيب هذه اسمها الملتحمة. الآن يعني كل هذول ألوانهم بتكون يعني شفافة غير مرئية. لا 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 وين ما هي من عند هنا طلعوها، أنا أشير لكم عليها. هذه كلها الملتحمة. متأكدة واضح ولا بس عشان ما نخربط الجماعة؟ يعني يبغى اللي يقول واضح واضح من جد، يعني ما نبي نعدي والشيء مو واضح. طيب تمام. طيب خلاص انا راح اعدي الشريحه اقصد القزحيه والملتحمه القرنيه والملتحمه، وراح اجي للجزء اللي انا تكلمت عنه قبل شوي اللي هو الانتيرير تشامبر اللي هو يسمى بالغرفه الاماميه للعين. الغرفه الاماميه للعين اللي هو يكون في الغالب بين اخر القرنيه واول القزحيه، هذا كامل يسمى الانتيرير تشامبر. لو نروح لا 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 إيه ما بدينا على اللي هو كيف تتم الرؤيه، لا ما كل الان الاناتومي بس، يعني كله شرح الاناتومي فقط لا غير، يعني ما بدينا في الشرح اللي هو كيف تتم الرؤيه. طبعا لو نجي للشريحة اللي بعد هذه اللي هي راح تبين لنا الغرفة الأمامية بالضبط، هذه اللي ملونة بالأحمر هنا تشوفونها، هذه اسمها الغرفة الأمامية. وطبعا من حسن الحظ انه مع الشريحة هذه يوضح لنا كيف تتم، يعني كيف يتم ثواني وراجع لكم بس ثواني. طيب معلش أستين بس كان إزعاج وقفنا الإزعاج. مثل ما قلت لكم اللي هو الملون هنا بالأحمر هو ما يعبر عن الغرفة الأمامية. طبعا الغرفة الأمامية تكون دائما مملوءة بالأكيوس هيومر اللي هو السائل الزجاجي، علشان تعطي نفس الشيء اللي هي القرنية حجمها الطبيعي وتغذيها، ونفس الشيء ايوه هنا يوضح كيف يتصرف السائل صحيح. بس اللي انا ابغى اتكلم عنه الان اولا الغرفه الاماميه، والغرفه الاماميه ايش فيها وايش مهمه السائل اللي موجود فيها. الغرفه الاماميه قلنا اللي هو اللي فيها طبعا يكون اللي هو الاكيوس هيومر السائل الزجاجي، يغذي القرنية من الأسفل مثل ما قلنا من اللي هو الاندوثيليوم اللي هو مسؤول عن تغذية القرنية، ونفس الشيء اللينس اللي هي العدسة، وبينهم اللي يكون اللي هو لو نرجع شريحتين عشان يكون أوضح، أو هذه تكون أوضح إن شاء الله. هذه هنا طبعا راح يكون إيش الأيرس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا اقصد الانتيريور تشامبر، وانتم تشوفون كيف معطي اللي هو الشكل للقرنيه، طبعا مثل ما قلنا مملوءه باللي هو السائل الزجاجي يغذي القرنيه من فوق من فوق هو يعني فوقه هو اللي هو اخر لاير يكون الاندوثيليوم، هنا يكون الايرس، هذا الايرس نفس الشيء، لكن نفس الشيء من وين يجي اللي هو السائل الزجاجي؟ يجي من الجسم الهدبي عن طريق بين الايرس
بين الايرس وبين اللينس اللي هي طبعا تقريبا الشريحة الرابعة. ايوه هذه الشريحة من هنا، هذا السيليري بادي كامل، هذا السيليري بادي المسؤول هذا السيليري بادي المسؤول عن اللي هو افراز الاكيوس هيومر. بعده بعد ما يفرز هذه طبعا شوف كيف عن طريق مثل الاسهم، مع اقصد مع متابعة الاسهم، هذا اللينس طبعا يجي من تحت الايرس بعدين يعبي الغرفة الأمامية ويطلع من القنوات. نعم هنا يطلع مع الأسهم هذه ويمشي مع الأسهم هذه ويطلع من خلال القنوات اللي هي مثل ما قلنا كانال اوف شليم، ونفس الشيء معاها الترابيكولار مشوار. طبعا القناتين هذول مهمتين في عملية تصريف السائل الأكيوس، السائل الزجاج اللي هو أكيوس هيومر. هذول القناتين الثنتين هم أهم القنوات، يعني لو مثلا لا سمح الله صار فيها أي تقفيل في القناتين هذول راح يضغط عليهم ويتقفل وراح يمتلئ ولا يحصل له تصريف من مكان ثاني من الجهة هذه مثلا، وإلا أيضا فيه أماكن ثانية يتقفل منها نفس الشيء اللي هو التصريف، واللي هو أحيانا يكون بسبب التصاق القزحية بالعدسة الأيريس باللينس، وهو ما يسبب اللي هو المرض الجلوكوما مثل ما أنتم عارفين اللي هو المايل أزرق. السبب الرئيسي في المرض المايل الازرق اللي هو الجلوكوما انه في عندنا تصريف من تصريفات الاكيوس هيومر مقفله، يعني خلاص المكان هذا يتقفل، الجسم الهدبي يبدا بافراز الاكيوس هيومر علشان يغذي المناطق اللي حوله كامله، لكنه في النهايه ما يحصل له تصريف فيرجع ويتجمع في وين؟ يتجمع في الاكيو في الانتيريور تشامبر هذا كامل. إذا تجمع في الأنتيريو هذا كامل إما بسبب إنه التصاق القزحية بالعدسة، أو بسبب إنه الكنالز هذول مقفلين اللي هي الترابيكال مشورك ولا كنال فشلن، يؤدي عندنا ارتفاع للاي او بي اللي هو الانترا اوكيل بريشر. فمن سوء حظ المريض إذا صار في عنده أي شيء من هذول إنه يحتاج عمليات، اذا طبعا ما يعني المريض الادويه اللي تصرف له من قبل الدكتور ما ساعدته في انه العمل في انه ارتفاع الضغط اللي حق العين معاه ينخفض، معناها انه ايش؟ انه راح يحتاج عمليه جراحيه، والعمليات الجراحيه في الغالب في هالمناطق هذه شويه تكون يعني صعبه وتحتاج لها مهاره جدا عاليه، يعني مو اي طبيب يقدر يسوي. ممكن مو مشكله لو جينا على ال على على عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معليش سبقنا. يعني انا لو نقول مثلا، لو نقول انه اللي تقفلت معاي، تابعوا معاي هنا، لو نقول انه اللي تقفلت عندنا مثلا الايرس اللي يقصد القزحيه، لو جاء وصار معاه التحام في واحد من الاثنين اللي فوق او اللي تحت، هذا التحام مع العدسه معناها انه ايش؟ الجسم الهدبي هنا بيفرز، وهنا نفس الشيء راح يفرز، هنا راح يقفل، وهنا راح ايش؟ يمتلي. هنا خلاص راح يرتفع الضغط. طيب هنا راح يرتفع بسبب انه كثره افراز اللي هو الاكيوس هيومر راح يضغط على الجهه هذه، وتضغط على الايرس وعلى العدسه، وراح يتجمع بهالمنطقه هذه كلها وراح يرتفع. ولما يجي الدكتور ويحاول انه يقيس ضغط العين للمريض طبعا راح يشوفه مرتفع.
لو جينا بنعرف يعني بنسأل يعني كم يعني لمعلوماتكم أنتم لمعلوماتكم كم تقريبا ضغط العين الطبيعي للمريض الرينج المستوى بين كم وكم؟ اي رقم يعني قولوا له اي رقم مو مشكله يعني يطلع صح بس انا بنحب نشوف معلوماتكم ضغط العين الطبيعي للشخص العادي بين كم وكم الارقام يعني كم وكم مثلا 1 لـ 2 2 لـ 3 1 لـ 5 1 لـ 10 زي كذا من 10 إلى 20. طيب إجابة ثانية من 10 لـ 20 حماس تقول يعني أي واحد عنده إجابة ثانية. طيب الرينج الطبيعي للآي أو بي ضغط العين الطبيعي هو صحيح من 10 لـ 20 وأحيانا طبعا هي مدارس بعض المدارس الطبية تقول لك إنه الضغط أنا الضغط إحنا نعتمد إنه يكون من 10 لـ 20 وبعض المدارس تقول إنه الضغط نعتمده من 12 إلى 22 إذا عندنا من 10 لـ 20 أو من 10 أو من 12 لـ 22 فيه رينج طبيعي داخل الرينج الطبيعي هذا هو من 15 أو من 16 إلى 17 أو إلى 18 هذا الرينج الطبيعي فوق المعدل الطبيعي لكل مريض متى ما طبعا متى ما كان فوق 22 ارتفاعات تعتبر مخيفة لكنه مو بذاك الخوف اللي أحيانا يقلق أي دكتور سواء خصوصا إذا كان المريض يعني ما عنده أي أعراض للجلوكوما أو الهيستوري حقه الهيستوري اللي أنا أقصد بالهيستوري يعني الأقارب الأب والأم بالمرتبة الأولى يعني ما عندهم أي أعراض ما عندهم أي أمراض سابقة بالجلوكوما هذه أحيانا يعني يخلي الدكتور